السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ماسك. الماسك ده مهم جدا جدا للبشرة. الماسك ده من الحاجات المفيدة جدا جدا للبشرة. اولا بيدي نعومة ونضارة وحيوية للبشرة كده، وبيخليها في منتهى الجمال. يعني انت لو مش هتعملي اي حاجة تاني غير الماسك ده، صدقيني هو كافي جدا جدا لبشرتك. وعايزه اقول لك ان الوصفه اللي معانا النهارده مكونين اتنين بس مش اكتر من كده، وبجد بتدي نتيجه هايله جدا جدا، وكمان بتدي تفتيح حلو جدا للبشره وبتخليها لمعه ونضره وجميله. خليكي معايا من اول الفيديو لاخره ان شاء الله تستفادي بفضل الله. تعال نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش في الفيديو بتاعنا على طول. بس قبل ما نخش في الفيديو، اتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل وصفه جديده. بجد انا ما بجيبلكوش الا الوصفات الممتازه جدا جدا اللي هتفيدكم وتفيد بشرتكم، تمام؟ غير كده انا ما بنزلش، ولازم الوصفه قبل ما انزلها لكم لازم بجربها الاول واشوفها نتيجتها عامله ازاي، تمام؟ لو ما عجبتنيش الوصفه انا بستبعدها تماما وما بنزلهاش لحضراتكم، تمام؟ عشان يهمني يبقى في ثقه ما بيننا، وان شاء الله ما بقدمكوش الا كل جديد وجميل، تمام؟ الوصفه اللي معانا النهارده دي مفيده جدا جدا وحلوه جدا جدا. يعني انت لو بتستخدميها هي وبس خلاص، هي كافيه تخلي بشرتك ناعمه ونضره وجميله، وبتديها تفتيح هايل من اول استخدام، هتلاحظي الفرق، تمام؟ احنا معانا هنا عسل، ومعانا ده عسل نحل وده زبادي، تمام؟ ممكن تستخدمي نقطتين ليمون، وممكن تستبعديه خالص ما تستخدمهوش، تمام؟ يعني هو الليمون مش اساسي في الوصفه، تمام؟ بس انا من حبي وعشقي للليمون انا بحب اضيفه على كل وصفاتي، لان بحبه جدا عشان بيدي تفتيح، وكمان لو فيه بقع سودا ولا حاجه هو بيساعد على التخلص منها، تمام؟ لو استخدمنا الوصفه دي كل يوم حلو جدا، لو يوم بعد يوم برضو حلو جدا، تمام؟ لو مرتين في الاسبوع برضو حلو جدا، يعني زي ما انت عايزه استخدميها، بجد وصفه هايله، تمام؟ تعال نسمي الله كده ونخش في الوصفه بتاعتنا. دلوقتي انا معايا طبق كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بالزبادي. اي نوع زبادي عندك؟ زبادي بلدي، زبادي من اللي هو التاني ده اللي هو مصانع، اي زبادي عندك استخدميه مفيش اي مشكلة، تمام؟ انا هاخد كده معلقتين من الزبادي، تمام؟ ده زبادي بلدي اهو، ده زبادي بلدي، اي نوع انت تفضليه وتحبيه حطي منه مفيش اي مشكلة، تمام؟ هاخد كده معلقتين من الزبادي البلدي، تمام؟ ادي معلقة وادي معلقة، تمام؟ الزبادي من الحاجات الحلوة جدا وقاتل للبكتيريا اللي في البشرة، وبجد ممتاز جدا للبشرة، وبيطر البشرة وينعمها ويديها نضارة، وكمان بينقيها من اي حاجة فيها، تمام؟ اي بكتيريا، فبيخلص البشرة من البكتيريا الضارة اللي فيها، تمام؟ فالزبادي من الحاجات الحلوة جدا الممتازة، تمام؟ هبدأ بس كده اقلبهم مع بعض بالشكل ده. انا بحب الزبادي البلدي جدا جدا، اعمل بيه الوصفات، بيعجبني جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده اهوت. وهبدأ انزل بمعلقة عسل نحل، تمام؟ عسل النحل من الحاجات الجميلة جدا جدا للبشرة، تمام؟ اخد معلقة واحدة من عسل النحل بالشكل ده. عسل النحل من الحاجات الحلوة جدا. اهم من الوصفة بقى ان انت تمزجي الوصفة كويس جدا مع بعضها. يعني ايه؟ يعني اقلبها كويس جدا. اي وصفة لازم اقلبها كويس جدا. بجد الوصفة دي من اول استخدام هتحس ان بشرتك نضرة ولمعة وجميلة، وكمان طرية جدا زي بشرة الاطفال. الزبادي والعسل من افيد الحاجات للبشرة، كمان العسل ده حلو جدا، بيعالج البشرة من اي حاجة فيها، اي حاجة في البشرة. العسل الابيض ده من كتر الاستعمال او من الاستمرارية في الاستعمال بيخلصك من اي حاجة في البشرة، تمام؟ سواء بقع، سواء كلف، سواء نمش، الحاجات دي كلها، وكمان بيدي نضارة حلوة جدا جدا ولمعة جميلة للبشرة، تمام؟
انا طبعا لازم اقلبه كويس جدا جدا، لان العسل بياخد وقت عبال ما يخش في اي مكون تاني، بالذات العسل الطبيعي. تمام. طب نستبدل العسل بحاجة؟ المفروض ما ينفعش ان احنا نستبدله باي حاجة. تمام. بس انت لو ما عندكيش عسل ومضطرة، ممكن تحطي مكان العسل معلقة مية ورد، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. شايفين بقلبه كده هوت بالشكل ده. تمام اهو بقى بالشكل ده هوت. تمام. انا بقى هضيف نقطتين من عصير الليمون، مش عايزه اضيف، البشره دي حساسه جدا وبتتحسس من الليمون، ما تضيفهوش مفيش اي مشكله خالص. تمام. انا باخد بالشكل ده، بحب الليمون جدا جدا في الوصفات، وهاخد ربع ليمونه بالشكل ده وهعصرها. ممكن تحط نقطتين بس، ممكن ما تحطيش، زي ما انت عايزه على حسب نوع بشرتك. وهبدأ اقلبهم بالشكل ده. مش عايزه اقول لك الوصف ده حلو جدا قد ايه. الوصف الماسك ده هوت بيخلي البشره طريه جدا 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 وناعمه. وكمان انت داخله دلوقتي على فاصل شتاء، فمحتاجه الوصفه دي جدا جدا جدا. الوصفه دي طول ما انت في الشتاء اعمليها، وشوفي نعومه ونضاره بشرتك والطراوه اللي البشره فيها، بجد حلو جدا جدا جدا. يعني الماسك ده من الحاجات الممتازة جدا، بالذات خاصة في الشتاء. لو انت استخدمتيه كل يوم او يوم بعد يوم في الشتاء، صدقيني بشرتك هتبقى ناعمة جدا جدا وطرية كده وفيها حيوية كده غير طبيعية. حلو جدا. كمان ممكن تستخدميه على ايدك. تمام. يعني ايدك كده في الشتاء طبعا من غسيل المواعين والكلام ده كله، بتحس ان هي نشفت كده وبقت ناشفه ومش حلوه، مش لطيفه. فانت ممكن تحط عليها الماسك ده، بيطريها جدا جدا وينعمها وبيخليها في منتهى الجمال. تمام. شايفين الماسك بتاعنا بقى عامل ازاي؟ حلو جدا. هو القوام ده اللي انا عايزاه. تمام. هبدأ اغسل بشرتي كويس جدا بالغسول الخاص بيها وانضفها، وابدأ اجيب فوطة ناعمة كده. دايما الفوط بتاعتنا او المنشفة تكون ناعمة كده، ما تكونش لها وبر عالي عشان ما تضرش بشرتي. تمام. اغسل بشرتي كويس وانشفها بنظام طبطبة كده، بلاش الحك في البشرة عشان لو في حبوب ولا حاجة ما تتقلش العدوى من مكان لمكان، ودايما ننشف بطبطبة كده. انا يعني فوطتي انا لوحدي، خاصة بيا انا. تمام. ونشف بطريقة طبطبة كده، وابدأ احط الماسك بتاعي. انا اقدر دلوقتي ان انا غسلت بشرتي كويس جدا ونظفتها ونشفتها، وهبدأ اخد الوصفة بتاعتي. تمام. وابدأ احطها بالشكل ده هوت. الماسك ده هايل من الحاجات الحلوة جدا اهو بالشكل ده هوت. تمام. وهسيبها تلت ساعة على بشرتي، من ربع ساعة لتلت ساعة على بشرتي بالشكل ده. بص، كل وصفة بتتساب على البشرة على حسب نوع الماسك اللي انت عاملاه. مش كل الماسكات بسيبها ربع ساعة او تلت ساعة، في ماسكات تقعد 5 دقايق بس مش اكتر من كده. يعني زي الموز، اما تجيبيه وتهرسيه كويس وتحطيه على بشرتك، ما ينفعش يقعد على البشرة اكتر من 5 دقايق. ليه؟ لان بيتأكسد وبيدي نتيجة عكسية للبشرة بتاعتك. تمام. يعني الموز بالذات من الحاجات اللي تقعد 5 دقايق على البشرة فقط لا غير. تمام. وكل الوقت اللي الماسك يقعد على البشرة على حسب نوع الماسك اللي انت عاملاه. الماسك ده طبعا من ربع ساعة لتلت ساعة، وهبدأ اشطفه بمية عادي من الحنفية، لو انا في الشتاء هشطفه بمية دافية. تمام. وابدأ ارطب بشرتي بأي اي مرطب عندي، او بحتة زبدة، او بزيت جوز الهند، او زبدة جوز الهند. دي الحاجات اللي انا برطب بيها، الحاجات الطبيعية الممتازة جدا اللي انا برطب بيها، بجد حلوة جدا جدا. يعني انا بحب ارطب بشرتي بحاجات طبيعية، بيبقى افيد للبشرة وكمان ما يقعدش عليها اي ضرر. تمام. احنا كده خالص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. اتمنى لو انت معايا لحد دلوقتي تدعميني باشتراك ولايك للفيديو، وجزاكي الله كل خير.
واسيبكم في رعاية الله وامنه. مع السلامة.